اليوم صراحة من صنع داعش هي السياسة الإسرائيلية الأمريكية ودعم سعودي. من أحد يقدر ينكرها؟ يعني اليوم أبسط ما يكون، من ينكر أنه لم القوات المسلحة العراقية لم تعتقل دواعش السعوديين؟ يلا اليوم واضحة، يوجد هناك حتى سيارات لوحات كانت تحمل أرقام سعودية مع تنظيم داعش إرهابي. هؤلاء القوة، من القوة التي سيطرت على الوضع ورجعت الأمان إلى محافظات العراقية مع قوات المسلحة العراقية؟ ومن هذه القوات التي قضت على مشروع الإسرائيلي الأمريكي؟ من هذه القوات؟ هذه قوات الحشد الشعبي. يعني فالشيء عجيب إذا لم كنا نتصور أنه سوف يأتي يوم ليكون هجمة على الحشد الشعبي.